واليوم الحيحة في البلاط رجل الفلسطيني هنايا وصاحبتي كنهضر معاها نمشي ندير ليها نضرب مع داك البيستيلا بغا يخدم ليا ندير ليها شي حاجه تفرج فيها باش انا ناخذ راحتي في هذا الفلوق هذا. وراه كنهضر مع واحد صاحبتي راه هي. المهم كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ انا غادي ندير واحد اتاي بالحليب هو الاول باش اوكي. قولي عليهم هنا قولي عليهم هنا قولي عليهم هنا يا سيري. انا مشيت قديت لبنتي البيسي درت ليها داكشي اللي بغات. انا غنوجد واحد الشاي هندي. المهم هذا كيف ما كتعرفوا هذا ليكتون كنشدوه بحال هكذايا كيكون هادو فيهم ديجا خنيشات دايرين بحال هكايا عطي واحد الريحه فيهم غزاله كتحمق. المهم انا ناخذ جوج منهم كيعجبني ندير لهم جوج. هما ديجا تيقول لك دير جوج باش تحصل بحال هذا اللون هذا الا شفتوه عرفت كيفاش غادي المهم هذا اللون شتي بحال هذا اللون هذايا. وانا نحشيهم هنايا ونحط عليهم شويه ديال الماء السخون باش ما يكونش فيه الماء السخون كثير باش ما يكونش زعما الماء كثير على اتاي على داك المذاق ديال الحليب. المهم غندير الماء تقريبا حد هنايا ها هويا باش نتنغمو شويه. عقلتو على هادو اللي شريت من البال؟ هاهما هيا هادي فيها التي كنديرهم هنا فوق التلاجة بدا فيها الكوفي ها هي درت فيها هاديك الكوفي ديال التواركة غادي نلبس فيها شوكر. عقلتو عليهم ياك هاهما شتيهم دابا اللي جا من هنا كيقرا شوكر من هنا وكيقرا اتاي من هنا وكيقرا كوفي من هنا وهادو عاوتاني هاد المهم داكشي ديال الدراويش. يلا اول شيء ليكم نجيب الحليب كنستعمل هاد اتاي ديال الهنود كيديروا فيه بلا ترازن بلا تمتي. هاد اتاي ديال الهنود كيديروا فيه تقريبا هاد الحليب هذا هذاك اللي تنسميوه حنا في المغرب بوليسيما ولا ما عرف بوليسيما. المهم داك غير المحله وهذا الثقيل المحله اوكي اري وكنزيد شويه من الحليب الفول كريميم هذاك ديال كامل الدسم. نجرب هذا نشوف واش باقي صالح ولا لا. الا ما كانش صالح ما غنديروش. باقي صالح استعمال. يلا انا غادي نخلط معي القمح بس يا رزق نتسناو حتى يطلق ونرجعو اوكي اوكي سين با دون شوت. يلا حبايبي انا غادي ندير شويه من هذا فوق من داك اتاي ما تخطروش علاش باش تبقى لنا المذاق ديال داك اتاي. وغنزيد عليه الحليب المحلى هكايا معلقه كبيره ما غاديش نضيف السكر. وغنزيد عليها الحليب كامل الدسم. كاين اللي كيفضلوا يشربوا هكذا سخون ولا دافي وكاين اللي كيفضل يزيد عليه الثلج. هاد الثلج هذا كاين بزاف الماليزيين تيشربوه مع الثلج لحقاش عندنا هنا الصيف بزاف وديما السخونيه وديما الحراره طالعه. انا كنفضل نشربوه مع الثلج ولكن ما عرفتش واش نشربوا دابا غنشربوا مع الثلج وغتشوفوا كيفاش داير اوكي. يلا المهم حبايبي انا وجدت الثلج ديالي اتاي ديالي بالثلج ها هو ياك يجي غزال كيحمق بارد منعش والله. كنتمنى انكم تعتمدوه بزاف في ايام الصيف واعر صراحه.
مهم بغيت غير نقول لكم راجل راه راه تفش ورجع من دارهم ماشي شي من نهار من داك النهار اللي قلتها لكم وغدا رجع جاب لي واحد الرويحه انا نوريها لكم دابا. المهم الريحه هي هذه ها هي يا فلوغوز زعما داكشي اول مره يكون رومانسي. المهم غزاله الريحه ديالها كتحمق خاطر شي منها بزاف ما كتقزكش ماشي بحال دوك الروائح الاخرين كترشيهم وكيقجوك وكي ما عرفتش كيفاش كيكونوا هما ديال هذه ما بين حلو وما بين نورمال. انا كتعجبني الريحه اللي ما بين حلو وما بين نورمال ما تكونش حلوه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. اوكي حاجه اخرى بغيت نقولها لكم كنهضر دابا مع واحد صاحبتي في تركيا كدير داكشي ديال تاع الخبز وداكشي ديال التواركه واعر غزال كيحمق داكشي وناجح. المهم الا بغيتو تابوناو عندها راه غادي نحط لكم غنحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف ودخلوا عندها وشجعوها وراه كدير داكشي غزال واعر. فشنو كديري مازال فاطمه؟ كدير الفلوق بحالي حتى هي يا بحالي حتى هي يا واحد الانسانه داكشي اللي عندها كتحطو في الحياه اليوميه ديالها داكشي اللي كتعيش هي كتحطو ما كاين لا زواق لا نفاق لا حتى شي حاجه من داكشي راه بحالي بحال اختي صراحه. وصراحه هي اللي كنلقى بعد خطرات كنكون ما فيا وهي اللي كنلقى ديما بزاف علاش حيت هي التوقيت ديالها قريب ليا شي شويه ماشي بحال في المغرب. المغرب فايتيني في 8 د السوايع هي بعدا شويه بحال دابا الساعه عندك دابا كاينه الوحده الاخرى هي عندها الوحده الاخرى وانا عندي 6 القسم يعني مقاربين شي شويه ماشي بحال المغرب. المغرب بعد عليا بزاف. ديس بابا بريزن ديس بابا قالت لي في لقيتي هاد البريزن قلت لها بابا جابو لي الهديه زعما. صافي غنخلي لكم الرابط ديالها ودخلوا عندها وتابوناو عندها وشجعوها ها هي. السلام عليكم كيدايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وعشركم مبروكه ان شاء الله ونشوفكم ان شاء الله المره الجايه. يلا تشوفوها عندها تشوفوها عندها هي. ايوا دابا انايا درت اتاي ديالي خرجت الدجاج من الثلاجه بغيت نوريكم واحد القضيه كديرها الدجاج هنايا باش ما باش كتحيد من هذيك الزفوريه. راه قلت ديجا ديما كنهضر لكم على هذه القضيه هذه الكركم 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 هنا علاش كيستعملوه كيحيد لي ميكروب كيحيد بزاف ديال الاوساخ وداك الشيء. مهم هو علاش كانوا كيعتمدوا الهنود قديما في هذا على الجروح كان كيضمدوا الجروح به كانوا كيحيدوا به كيستعملوه كمضاد للجراثيم. هذا علاش الماليزيين كيعتمدوا بزاف على الكركم وانا ملي كنغسلو بالحامض وكنغسلو بالملحه كنزيد عليه واحد الرشيشه ديال الكركم وكندهنها به وكندخلها للثلاجه في الفريغو او ميم طون كيعطي واحد الرائحه اللي كتحيد ديك الزفوريه ديال الدجاج. المهم راه لبست هادي ماشي حيت خايفه من المرض ولا خايفه من شي حاجه ها المرض عرفتي شنو هادي لما ملي كنقطعها وكيخرج هي كتكون يابسه ديجا وكتكون حاره واحد شويه علاش كندير ليها هكا كنحيد لها ديك الزريعه وكنحيد لها ديك الغبره الدخلانيه باش كتنقص شويه من ديك الحروريه اللي كتكون فيها. وملي كنكون انا كنغسل فيها كيطلع واحد الرائحه راه كتدخل ديريكت للصدر عرفتي راه كثر من شي مرض اللي هو منتشر دابا عرفتي وحق الله العظيم كيضرك الصدر ديالك تتبغي تقجي كتبغي تموتي صافي. داكشي علاش ملي كنبغي نخدم بها ضروري كندير شي زيت ولا كندير مهما هادو موجودين عندي دابا في الدار كندير هاد درتها دابا ودابا غادي نخدم معكم هادي غادي نغسلها مزيان عاود نخرج منها الزريعه اللي كتكون هانتوما راه باقي كاينه الزريعه لداخل ما كنخلي حتى شي حبه ديال الزريعه صافي. وكنديرها في المورينيكس كما قلت لكم درت شويه ديال الثومه شويه ديال البصله اوكي وغادي نزيد عليها شويه ديال هذا اللي ما كيعرفوش هاد المغربيات اللي ساكنين في ماليزيا راه تيعرفوا هاد بالاتشان. ها هو هاد بالاتشان اشنا هو بالاتشان؟ بالاتشان هو كيشدو القمرون داك الصغيور كيبسوه كيديروه في الشو حتى كيبس وكيخلطوه كيعجنوه مع شي ما عرفتش كيعجنوه مع الدقيق ولا ما عرفت اشنو معاش كيعجنوه. ها هما دايرين الانغريديان اللي باش نصاوب المقادير قال لك القمرون الصغيور والملحه والماء وهذا
والصوجة كيبسوه مزيان وكيصنعوا منه هذا الباستي كنقولوا ليه منسم ولا ما نعرف كيفاش كيقولوا ليه، بحال قلتي معجون ديال الطماطم، هذا معجون ديال معجون ديال الجمبري. اوكي هو باش نهضر معكم بغيت نهضر على هذوك اللي تيقولوا لك بوزيا غليظه وجه اش كيقولوا لي وجه خبزه ولا مع الطبق الرموك تراكس الله يهديكم سيروا سير سير شوف سير قدوا لكم شي حاجه. انا راه هذا الخوض هذا ما كيحشمنيش لحقاش عشت الحمد لله الرشاقة، عشت 58 كيلو، عشت 60 كيلو، عشت 61، عشت 62، 63، 64، 65، 70، 80، كلشي الحمد لله كاع الاوزان عشتهم، ما يبقاش فيا الحال الحمد لله. هذوك اللي تيقولوا لك هذاك راه غير حيت انت ما لقيتيش هذا الغلط وصافي ما عطاكش ربي الصحه وصافي ستيلو بيك جا الريح يصوت فيك يديك، هذا ما كان. انا ما تنبغيش نتعاير ولكن انت عايرتيني ولا انت عايرتيني، هذا هو الجواب ديالكم. انا حاليا مريضه كنعاني من مرض اضطرابات الهلع، وكان مهم اضطرابات عقليه ولا اللي يعجبكم بغيتو تقولوا مسطيه قولوا، بغيتو تقولوا حمقه قولوا، انا ما عنديش مشكل. المهم انا انسانه مريضه في كندير في طور العلاج كنتعالج، هذا علاش الفانيد زاد ليا في الوزن خصوصا من البدايات ديال القلس ديالي لحد الان راه بزاف الوزن. علاش؟ حيت هذاك الفانيد هو اللي كيزيد في الوزن. راه دوزو البار راني غليظه دابا حاليا بزاف، ماشي بحال في الاول راني غلاضيت، ولكن انا ما كيهمنيش الحال، ما عنديش مشكل. قالك لي زين زين واخا يمشي للحمام غلطني الاثنين، ايوا راه هي هذه ديالي انايا فهمتي، لي زين زين واخا نكون عمرك تشقل تقول الشحمه سير 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 الشحمه لقيتيها، راه ما تعجبنيش انا داك نبقى نعيب في خلق الله. انا عمري عيبت شي واحد في خلق حاليا في القناه ديالي. هضرت على صوفيا طالوني، هضرت على هذيك دنيا وقلت عليها هضره زوينه في الفيديو ديالي، واخا في الفيديو الاول كانت شويه ساخر، هذاك ساخر غير فكاهه، ولكن في الاخير هضرت عليها زوين وقلت بان داكشي اللي كدير راه مزيان، وداكشي اللي تشرطت على راجلها راه مزيان، ماشي عيب ماشي حشومه الا تشرطتي على راجل بغيتي تزوج به من ديبا تشرط عليه. انت حر، انت غتمشي تزوج، انت راه عندك حياه زوجيه طويله للممات، يعني غير ما تدفنيه ما يدفنك هو الاول ولا تدفنيه هو الاول، يعني من حقك تشرطي عليه شي شروط اللي تخافي مستقبلا يضرك. صوفيا طالوني اعتذر ليا واعتذرت ليه، صالحنا انا وياه، ما بقى عندنا حتى شي مشكل بيناتنا، بالعكس انا داك الانسان شخصيا تيعجبني لحقاش كيدير الخير في الناس. وداكشي اللي شفت مباشره كاينين الناس عندي في القناه ديالي طلبوا الدعم، ما عرفتش واحد الانسان كتبت لي عافاك اختي راه عندي الوليدات وهذا واش ممكن شي واحد يعاوني، وحق الله العظيم كوبيت داك التعليق ديالها، مشيت لحقت صوفيا طالوني في الواتساب، وحق الله العظيم يومين توصلت ب 1000 درهم، وماشي زعما كنقولها باش نشهر، لان احنا ما مشيناش عندها ما صورناهاش ما حتى شي حاجه، بالعكس انا غير كنقول لكم اشنو كيدير داك السيد. عاون بزاف تاع الناس، وحاليا باقي تيعاون الناس في الانستغرام ديالو، داير واحد المسابقه ديال 2 مليون، ودير لهم بانه الا مشيتي تدرتي حتى زعما شاركتي في ديك المسابقه 40 شخص، كل شخص كياخذ 500 درهم، وراه الا عاونتي 40 عائله راه تبارك الله، راه ما كاينش شي واحد اللي دارها اللي هو ماشي لاباس عليه، ولا حتى هو راه كيخدم على راسو، حتى هو كيسترزق الشهر ديالو، كيخلص الناس اللي معاه، كيخلص الكرا ديالو، مع ذلك تيزيد يعاون الناس. هذوك الناس اللي ناضين عليه حمله كيبقاو يقولوا لك لا خصنا نسينيالي وليه الانستغرام ديالو، هو الانستغرام راه توثق، ما عندكم ما تديو منه، هو موثق الانستغرام ديالو، الانستغرام ديالو ولات في ديك العلامه الزرقاء، ما عندكم ما تديو منه لحقاش، هو تيعاون الناس، ماشي تيطلع لايف باش يضحك عليكم ولا يزيد باش يزيد متابعين، هو تيدير لايف باش يساعد الناس. شحال من واحد وصلوا ل 10000 كا وصلوا في الانستغرام، والله القسم شحال من واحد وصلوا ل 200 كا، راه غير البارح وصلوا الناس ل 500000 كا والصف، والله العظيم الا وصلهم لهذا العدد هذا لحقاش عجبوا المحتوى ديالهم في الانستغرام ديالهم. كاينين بزاف الناس رياضيين ما معروفينش، كانت واحد السيده عندها 500 شخص وصلها في 10 دقائق وصلها ل 10000 شخص، 10000 متابع، لحقاش هي بطله المغرب، ما عرفتش واش في التايكواندو ولا في شي حاجه، المهم شي حاجه ديال المصارعه، بطله المغرب وما معروفاش وما معترفش بها حتى شي واحد بانها بطله، كتمشي كتمثل المغرب بزاف ديال الدول وكتربح ميداليات، ولكن ما معروفاش مسكينه، وحق الله الا وصلها 10000 كا،
ونتمنوا انها توصل 100 200 3000 حتى المليون. علاش لا؟ لان بحال هي اللي كيستاهلوا انهم يكونوا في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الشيء اللي بغيت نقوله، ديال الرساله ديالي للناس اللي ضده. انا ماشي ضده هو شخصيا، انا ضد المثليه الجنسيه ولكن كشخص ما عندي معاه حتى شي مشكل. راني قلتها وعاودتها ليه، قلت ليه انا ضد المثليه الجنسيه. الله يهديه الله يهدي جميع المسلمين اجمعين. اللي كيدير شي حاجه اللي اللي زعما اللي كتغضب الله، الله يهدي. راه هو راه عارف راسو بانه كيغضب الله، ولكن تيقول لك الله يهديني. راه هو تيقول الله يهديني، وشي نهار ان شاء الله راه غادي يهديه ربي. علاش لا؟ وعطوه اتساع. اوكي دي شنو ديال فيري سبايسي. المهم ديال الرساله ديالي بغيت نوصل لكم، عطوه التسيد اتساع. راه خدام على راسو، خدام حتى على ناس اخرين. يعني داكشي اللي كيدير راه كيفيد به حتى ناس اخرين. نعم رزان. اوكي ليتر اي كوك فور رزان. اوكي يلا قول سيدا. يعني هادشي اللي كيدير هو راه كيفيد به حتى الناس اخرين، ماشي غير راسو. يعني ماشي كيفكر غير في راسو. انا شفت لايفات ديال الناس اخرين والو اشنو كيبداو كيديروا دوك حلق شعرك، حلق اللحيه ديالك. اش غنستافدوا حنا من دوك الفيديوهات؟ ما غنستافدوا منهم والو. واش كاين انسان كيطلع كيشجعك على فعل خير، تيقول لك هاد الناس هادو راه محتاجين؟ كل نهار كيحط 10 د الحالات كيقول لهم محتاجين. بلاتي رزان، بحال دابا هذيك البطاله اللي كنت كنهضر عليها ما كانتش معروفه بسببه هو، تعرفات بزاف ديال الميك اب ارتيست ما معروفينش بسببهم هما، تعرفوا. هاي رزان شتي درت لي هذيك الفلفله. سيري رزان فيري سبايسي. هي سبايسي. جو جو ريتي الهدوء. يلا سيري يلا سيري. تموت على الكاميرا. بلاتي بلاتي شعلي. علاش اوكي اوكي يلا. بزاف الناس غيقولوا لا كنتي في الاول ضدو، لا هذه لا هذه لا هذه. علاش؟ حيت انا نبني صراحه الضمير ديالي. قلت علاش هاد السيد هذا كيدير شي حاجه اللي هي خايبه بالنسبه للدين بالنسبه لله، ولكن كيفيد الناس ولا لا؟ كيفيد الناس. داكشي اللي كنشوف انا بعدا من الانستغرام ديالو ودوك اللايفات اللي كيدير، قسما بالله ما كايناش شي حاجه اللي هي ماشي مفيده في داك اللايفات ديالو. كيعاون الناس في هاد المحنه هذه اللي حنا كنعيشوا دابا في هاد الوباء هذا. كيصيفط مساعدات من الرباط لجميع المدن. كاينين ناس محسنين من طرف ديالو كيعاونوا الناس. يعني ما عندكم ما تقولوا في داك الشيء. يعني داك الشيء غير غير كتضيعوا المازوط على والو. السيد راه الكونت ديالو موثق من الانستغرام، يعني ما كاينش حتى شي واحد اللي غادي يقدر ياذيه. اللي يعجبكم قولوه، بغيتو تقولوا شي حاجه قولوها. انا ماشي سوقي، انا قلت الراي ديالي. اما هو انا ماشي ضده، ماشي ضد الخدمه ديالو. الخدمه ديالو الله يسخر ليه الله يسهل عليه. هادشي اللي غادي نقول. يلا سيها رزان. المهم راه طحنت الفلفله ها هي مع الثومه وداك الشيء اللي قلت لكم، ها هو صافي. غادي نخليه دابا كنقلي في الدجاج حتى يتحمر مزيان وغنحيدو. وهادي غنسلق هاد الخضره. هادي عندهم بزاف د الخضر الورقيه هنا في ماليزيا، ومفيدين بزاف، فيهم بزاف تاع الالياف، مفيدين للصحه ديالنا والمصارم ديالنا والجهاز الهضمي. وهذا وغنسلقها غير هادي وغناكلهم غير هكا. عليكم لا عليكم 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 عليكم. اي برافو رزان زوينه ديالي قالت عليكم. يلا قوليها قوليها قولي شوفي ديري ديري سان امي. قولي واش ديري ديري امي شي ميساج. قوليها امي امي كي دايره؟ لاباس عليك؟ كنبغيك كنبغيك اي لاف يو امي. قولي اي لاف يو امي. سي اي لاف يو امي. شو قالت لك تايا بغات دير الايلاينر؟ شوف 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 ميك اب. سي قالت لك ديري ايلاينر. شوف شنو ندرسو انا من هنا. قالت لي سنه ديري ليا. قول لها اي لاف يو امي. اي لاف يو امي. نمح عليك امي امي. يلا باي باي. يلا يلا يا حبايبي خلونا من هذاك هذاك الشيء. دابا غنمشي نسيق داك الماء. الدجاج ها هو كيشتو كيجي محمر ملي كديروه. يلا بلاتي كيجي محمر ب الزعفران. شتو كي كيجي غزال محمر والله العظيم. و حتى الزفوره ديال الدجاج ما كتكونش فيه. ها هو راه طاب. غنصفيه من الماء ديالو. اوكي درت ليه شويه ديال الخل باش يحافظ على ديك الخضوريه اللي فيه. من بعد غندير ليه مليحه. دابا هانيت غندير ليه مليحه في وسط من هذا الماء هذا. واحد شويه غنصفيه باش يطلق فيه ديك البنه المالحه. شنو
من ناكله ما يجيناش مر بزاف. صافي نخلي واحد جوج دقائق هكاك ولا ثلاثة دقائق بما نسلي داك الماء اللي غادي نمشي نسيقو. هاد لي الخدمة الدار مسيقة، سيقها راه زالي البارح ودابا انا نكمل هاد الدار من هنايا سيق الله تبي داك الباب ما يتسدش مع الماء بغيتي خرج الماء برا. انا باش مزيانة عندي كنخرج الماء برا كنخرجو ديك الجردة لي اونفاس معايا مع الدار كنخرج داك الماء تمايا انا حيت هما اصلا ديجا كيسيقوه يوميا في الصباح كتسيقو الماناجمنت ديال العمارات عندهم دوك الناس ديال الميناط ديالهم كيسيقو هنايا. اوبس ناي كنت غنصدق نخرجو هادي ما غاديش تشيا لحقاش نخرج الماء حتى لبرا باش ما نخليش الناس الماء تما يزلقوا عليه. خصنا نحيدو نديه ديك الجهه ونرجعو على واحد الجنب بحال هكا تيمشي الماء ديك حتى تشوفكم القادوس. هذا باش مزيان عندي انا هنا ما عنديش لا قادوس لا والو باش هو مشكل وقت تخرج الماء الجردة حيت كاين تما فين يمشي الماء. دابا انا فاتحه الكليمه ياكو ملي كنضرب السياقه ما تحتاجش ندير الجفاف كتنشف الدنيا نقيه تولي نقيه بلا جفاف. الا كتزيد لها الجفاف كتولي كتضبب الدنيا هكذا الا كتبقى تلمع. صافي دابا الدنيا غتنشف تولي هكا تدير سوات. خصني ندير هكا نعقم يديا قصت حتى الباب وصافي. انا نغسل معكم القلم ونجد معكم لاصوص حبيباتي. المهم الدريات اللي في ماليزيا هذا هو ايام ماسا ميرا. ايام ماسا ميرا هي ايام هي الدجاج، ماسا هي الطياب، ميرا هي حمراء. هذا كان هانتوما كيفاش ولات الفلفله ملي كنطيبها خصها ملي طيب تطلق الزيت ضروري. الا ما طلقاتش الزيت راه مازال ما طابتش. ديك الزيت زعما اللي كنديروها فيها حيت ديجا حنا كنديروا الماء مع الفلفله ملي كنطيبوها خاص ملي تكون عرفناها راه صافي وجدات خاصها تطلق الزيت. البصله خاصها هكذا تجي خيوطه حيت غادي نرميوها تعسل تمايا مع شويه ديال السكر. اوكي نسيت ما درتش سكينجبير غنهز جبدو نحكو غير في الحكاكه هكذا بحال الثومه. نعم غير شويه السكينجبير حتى هذا راه كثير. نعم اوكي واخا صافي اوكي غير سير يلا غير سير غير سير تفرجي. بغاتني نحلي هاد التليفون. I get something for you. اوكي you get something for me. You take my phone, you say you get something for me. Yes, I want my phone. يلا تشد يلا شدي. صافي غنحط هذا شوية حيتاش ديجا نسيتو في المورينيكس. غير شوية ميتشدش. هذا ديجا راه وجدت فيه.
البنات خاصنا نستعملوا صوص طوماط. تقادت لي غنشوف واش باقا كاينه. هادي ما عطيتش صوص طوماط لا صوص تشيلي. هادي صوص تشيلي. او يا صاحبي قولي لي شويه تقطع راسي. المهم هادي صوص تشيلي ثم مهم صوص تشيلي الطوماط قادات ليا وقيله قادات لي الطوماط. غادي نديفاني غير بهاد الجيب هاد الشويه اللي بقى عندي غنبقى ندقو بحال هكا ونزيدو هنايا ولا غنزيد ليه الماء. صافي غنديرو واحد الكميه من صوص الشيلي باش معلقه كبيره هكا حيت صوص الشيلي حلوه ماشي حاره حارش بزاف غير شويه. صافي وغادي نزيد لهادي شويه الماء باش نحيد ديك صوص الطوماط. صوص الطوماط هي كيتشاب غنحركها هكذايا ونكب هاد صافي وغنحرك بحال هكايا وغنرمي عليها هاد البصله هادي من بعد ما نحلها مزيان نرمي عليها هاد البصله. غادا تطرطق هنا وغادير ليا بزاف ديال الطبايع هنا حمرين خصني كل شويه نبقى نمسح هاد الطياب. هذا هو اللي متنحمدش في الطياب المانيزيين هادي الاوساخ اللي كيخلي لك الطياب هما اللي كيخليوني نعكس بزاف على الطيب ديالهم. شوف ظهري قداش تبارك الله. شوفوا باقي تقولي شي واحد يقولي شي واحد ديك غليظه والله حتى نجي نفرقع عليك الراس. انا معقدني الغدو زيد عليا نتايا. انا كرت نضعف راه الدواء ما كيخلينيش والعصبيه اللي فيا. صافي غنزيد ليها السكر وغنزيد كنعلم هاد الاكله هادي البنات اللي مزوجين الماليزيين حتى المغاربه الا بغاو يديروها. غنزيد واحد معلقه ونص تاع السكر باش تعسل البصله لداخل حيت هما كيعجز عليهم الماكله حلوه واخا راه ماشي صحي تاكل ماكله حلوه ولكن اش غنديروا هادي طبيعه الاكل ديالهم. المهم حبايبي غنخلي العسل غنخلي الفلفله تعسل وغادي من بعد ملي كتعسل كنزيدو عليها هاد الدجاج ونخلطوه في الداخل ونزيدو عليه شويه ديال نزيدو عليه الملحه. صافي كتولي واجده للاكل صالحه للاكل. اوكي يلا. المهم البنات راه طيبت الدجاج طابت لاصوص كما قلت لكم تعسلات البصله زدت عليها داك الدجاج اللي بميتو زدت ليها الملحه وزدت ليها دوك المنسم بحال ديال الكلور راكو عرفتوه هاد المنسم هذا اللي ديجا كنوريه لكم دائما. هذا اللي بحال اللي عندنا في المغرب بحال داك كنور منسم غير هو هذا ديال البصله والثومه. صافي انا نوريكم كيفاش ولات الاكله كيفاش زعما راه هي مسمره زعما الطياب الاحمر ايا مسمره ربقى سخونه بحال هكايا. صافي كتحطي الروز وكتحطي هاد الدجاج هذا فوق منه ماشي كتاكلوه بالخبز لا كتحطوا الروز وكتحطوا هاد شي جوج معلقات ولا هكا جوج طرويفه ديال الدجاج المهم على حسب نتوما شحال بغيتوا تاكلوا. المهم راه ما جاتش مزيته بزاف كيف العاده نقصت شويه الزيت هذا علاش هذه المهم هي الاكله المسمره البنات هي هذه راه بزاف الماليزيين تيبغيوها. نوحي لكم وكنتمنى ان الفلوق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وما نكونش تقلت عليكم بزاف ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه اليوم ودائما غنجيب لكم الجديد ودائما غنجيب لكم معلومات جديده والى اللقاء. نوحي لكم وباي باي لكم ما تنساوش تدعموا صاحبتي فاطمه راه غادي نصيفط لكم غادي ندير ودائما غنولي ندير بحال هكذايا كل نهار نبقى نذكر شي قناه الناس اللي قناه ديالهم باقي ليا واحد صاحبتي في السويد وباقي ليا شحال من وحده. المهم نوحي لكم باي باي.